اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحركة في الصلاة جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فجاءت عائشة ففتح لها الباب ثم رجع. يا حلاوة. يقول أختي سناء تسأل عن حكم زيارة الكنيسة للسياحة. الكنائس أيها الإخوة والأخوات هي أماكن يشرك فيها بالله، وذلك أن الله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا المسيح ابن الله، فهي أماكن شرك عموما ولا يجوز الانسان ان يدخلها. Hello, good morning. Doctor, welcome. Nice meeting you. And you. How are you? Very well, thank you. Very well. Welcome to Holy Cross. Thank you very much. Thank you very much. And thank you for giving us time to visit this church.